وخرجنا منهم سالمين. من السعودية، السلام عليكم، يا أهلا بيك، كيف حالك يا أستاذ أمير؟ يا أهلا وسهلا، يا أهلا بالشيخ سني من أبناء عائشة جنابك. الله الله، أنا سني طبعا. يا أهلا وسهلا، يا أهلا ومرحبا. من أبناء أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي عليهم السلام. يا أهلا بك أخي الكريم. عندي استفسار الله يحفظك. قبل ما تستفسر أسألك سؤال، الله يبارك فيك. تفضل. أنت مع احتراماتي إليك، تقبل على أختك الكريمة أن تقول لرجل إن زوجي يملك شهوته أكثر منك؟ لا طبعا، إذا هذا شيء دليل واضح وموجود طبعا لا، ما 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 راح أقبل هذا الشيء أكيد. طيب طبعا لماذا تقبله على عائشة؟ لا أنا ما أقبله على عائشة. أنا الدليل الذي وصل لنا أن عائشة قالت هذا الشيء هو دليل خاطئ. في الصحيحين، ما هو القرآن الكريم محرف صحيح؟ عندك؟ عندك؟ أنت ما عليك بي، أنا كافر ما عليك بي، أنت عندك سني محرف؟ لا طبعا. الصحيحين محرفات ولا لا؟ أنا ما أنا مؤمن بالقرآن الكريم إنه نزاه عنزع البازك يا ولد. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والعنبة والكتشب والمايونيز، إيش بيه على صورة على الكتشب والمايونيز بيه؟ أنت مسلم؟ لا 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 لا، كافر بالله ورسوله وأنبيائه وكتبه واليوم الآخر ولباس عائشة. أنت شنو جالس تلعب وياي؟ هم أنت جالس تنشب له قشمر تلعب وياي؟ انت شنو ما نهاية بث هاي؟ شنو ما تستحي انت؟ ايش عليك بي؟ انا اعتقد القرآن محرف، جالس اسألك بكتبك. طيب انت تكلم رجل من العامة، سني من العامة، وليس ولس تعرفون ليش قال سني من العامة؟ لان بالبداية قلت له شيخ، يريد يبين انه هي كان نازع الباسة هو وغير هالكلام.